أخوك الصغير في نهار رمضان. حلو أوي طعم كيس الشيبسي ده، تاخد حتة؟ نسيت إنك صايم. اللهم إني صايم. طعم المية دي ساعة وحلوة أوي. اللهم إني صايم. النادي دي طعمه حلو قوي، اصل في ناس صايمه. اللهم اني صايم. كوبايه عصير الفراوله دي جامده قوي. اللهم اني صايم. تاخد حته؟ اصل صعبت عليا. ياه بنسى انك صايم. لا ما بدهاش بقى. بقول لك ايه، انت خنقتني. اقول لك حاجه، انا هفطر عليك. طب وربنا لا ينفخك، تعالى يا عم.